ممرضة إيطالية متهمة بقتل مرضى مزعجين، أليس رائعا أن تكون قادرا على قتل من يزعجك شرعا؟ تفيد وكالة الأخبار الأوروبية المركزية بأن الممرضة قتلت المرضى لأنهم وعائلاتهم سببوا لها الإزعاج، إلا أن المحققين يحاولون البرهنة على ذلك، بالإضافة إلى أن الجرعات العالية من كلوريد البوتاسيوم تسبب سكتة قلبية وتستخدم في الإعدام في أمريكا. وقد وجدوا نسبة عالية في جسد أحد الضحايا، ولكن من الصعب التأكد من ذلك بعد موت الجثة. لم تعترف بوغيليا، ولكن زملائها في العمل يقولون أن دمها بارد، وقد أعطت جرعة مسهلات مرة لمريض فقط في سبيل المرح. نأمل أن يعثر المحققين على دلائل كافية لسجن هذه الحمقاء.